السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتم؟ مالا وسعيدكم مزيانين. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة، بنا مزيانة ان شاء الله. وما خوتي الفيديو اليوم لقيتينا والله الا دابا عاد كنقولوا شنو غادي نعملوا شنو غادي نعملوا. باقي مرون معايا الاخ عبد القدوس كما العادة. كيرا راه مجنونة ما عندهاش معاه. ايه كيرا كيرا ما كتحملش شي واحد يجي معايا بصح كاع كيفما كان النوع ديالو. نسيتك اصاحبي وكتشوفني كنتلقى صاحبي وما تخدس لاباس فينا رب. سير بشوية عندك تلوحك اصاحبي. سير اصاحبي شوف عاود تقدس في الصالة. شوف ايه كيرا ايوا طنسي اطنسي كيرا كيرا هاو اطنسي اجي كيرا هاو 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 جاتني واحد الفكره لدماغي زوينه. عندنا هنايا مور الدار الربع كيغطي الفوق، غادي نهبطو مع عبد القدوس وغادي تخبى عليه في ديك الربع ونشوف واش غادي تجبدو ولا ما تجبدوش. غادي نحاول نطلقها عليه. طلع طلع عندك عز عندك والله لا تهزني لا ما تخافش اصاحبي. يلا غادي نهبطها اصلا غادي نربطها. تما غادي توقع يا ولد عبد القدوس ولا هو ولد داخل وكيرا على برا بحال يوقع علينا مع النهار ديال. ولكن غادي نشوفو غادي نجري عليه على برا نشوفو كيفاش غتكون القضية. اجي كيرا المهم اخوتي خليكم معنا نشوفو ردات الفعل ديال كيرا منين خرج الزنقة. وغادي تشوف قبالتها عبد القدوس وغادي يهرب لها فين كاين ديك الربع كبير وغادي نشوف واش غادي تقدر تدخل موراه ولا ما تقدرش تدخل موراه. خليكم معنا. يلا هلا اطنس اطنس صح صح اطنس 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 يا احمد Oh.
كتقدر توصل لعندهم حتى. واه هنا وحمادي وصاحبي وشد اسد اسوي الدراري المغربونات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ودير بوست انتاي. المهم اخوتي كيف ما سمعتوا الله اكبر كبيره بنات المغرب غادي نمشيو بحالنا نفطروا. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى شي شويه ديال الحركه تكون عجبتكم. المهم الى عجبكم الفيديو خليوا لي كومونتير زوين ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.